كل حدا من رأيه يعني. كيفنا؟ أكيد شو بك؟ مريض وهيك؟ لا لا حسيتك قاعد رايق وهيك كلهم حمسي. شو عم يوجعك؟ لا مش حاجة ظهره؟ ليش شو عملت حملت نسيم؟ لا لا أقدر بركة انبسط شيء شفته رافائيل هيك فاضي الدنيا من دونه وهيك؟ مستفقدين له؟ رافائيل هلو نحن مشتاقين لك كتير أكيد وموفق بكل شيء بتعمله بتستاهل كل شيء حلو وما رح نحكي أكتر أسا أحسن ما حدا يزعل ويتأثر وكلكم يعني شو بكم طلعان طبعنا أكيد هلأ بس تصيروا العدد أقل كل حدا بفل رح يكون يعني تارك فراغ تارك فراغ كبير كيف ما يكون حدا هو معبر دنيا يعطيكم العافية على البرايم ما رح أقول شيء بتخيل أنتوا سمعتم بارح التعليقات اللي بدي لكم إياه أنه أول شيء كمان مرة بقلكم مبروك وصولكم لهالمرحلة انتو بمرحلة كتير دقيقة وصعبة وهيدي الجمعة صعبة كتير على الكل لأنه عن جد فعلا رح يكون في صعوبة بالاختيار يعني باختيار النوميناسيون فبدي قلكم انتبهوا منيح وبدي أقول أنه كلكم تستاهلوا يعني لو مين ما وصل بالآخر كلكم تستاهلوا لأن كلكم تعبتوا واشتغلتوا وأكيد ناس اشتغلت شوي أكتر شوي أقل بس بالنهاية أكيد عندكم شي كتير حلو توصلتوا لهون ونحنا ننبسط فيكن ونحبكن قد الدنيا وبس تصيروا بهالمرحلة بحب أقول لكل العالم عم تشوفنا أنه نحنا منبطل نشوفكن كل حدا مين ومن أي بلد ومنصيروا كلكن عن جد منصير كلنا قلب واحد منصير نحبكن كلكن نفس الشيء منبطل نفصل بيناتكن كمن وين جايين وشو بلدينكن بالعكس منصير نحبكن كلكن نفس الطريقة وأنتوا بتعرفوا هالشي لأن نحنا صرنا عايشين مع بعض صار لنا 4 أشهر تقريبا بتحسوا بهيدا الشيء فمن كل قلبي بقلكم موفقين كلكم خمستكم عندكم شغل كتير تعملوه ما يعني ما رح اخفى عنكم هيدا الشيء شو بتكون تقولوا لي شو ما كنا هيدا اللي عم نعمله رح يكون في جديه اكثر رح يكون في تركيز اكثر هالمره لانه كتير صعب انا شخصيا بشوفكم بالتمرين احلى بكثير من الـ من الـ من البرايم ويا ريت بيقدر الببليك او الناس يشوفوا انتم كيف بتغنوا بالتمرين عالسارية حنان بغنية كنت أحسن من الثانية وانت بتعرف أيها وحشان بلادي أنا حبيت عالسارية يعني حبيت أكتر من سهرانين مروان انت بالنسبة لي بالتمرين كنت عم تعمل شيء كتير رائع غنيت حلو وعملت اللي بدك تعمله بس يعني في شيء هيك نكزة أقل ليه أنا بدي أقبل بهالشي يعني عرفت كيف إنه ليه بدي أقبل إذا انت عم تعطيني شيء كتير حلو يعني قلت لك أنا من أكتر المرات كنت مبسوطة باللي عم تغني بالتمرين بس يعني غنيتها حلو الغنية بالنهاية انت عندك صوت حلو عربك حلوين كل شيء حلو بس كان في شغلة هيك ما بعرف شو هي ناقصة شوي حمد بال انت وهايدي حكي عنكم اثنينكم بالمحكمة كنتوا بالنسبة لي افضل بكتير من التابلويات عملته حلو بس انه كمان بال 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 بالتمرين كنت كتير احلى بالعالم انه انت يعني حلو كان هيك اذا بدي اقول حلو بس مش انه بقول يي واو محمد عباس بس بالمحكمة بالنسبة لك انتو كتير منيح نايناتكم وغنيتوا كتير حلو برافو ما يدنا وشك نسيم انت مش حاجة لك صوتك وهيك صوتك كتير حلو وانت بتعرف هيدا الشيء بس انا بشوف انه بالغنية بالجزء الاول من الغنية يعني بالبارتي الجراف الواطي ما كنت كتير موفق بس يرجع نوصل على البارتي الاعلى ترتاح اكتر وتغني بس يعني هيدا الشانجمان بال بال بالطبقه يعني بالرجيستر بالغنيه لان فيها واطي وفيها عالي بحس مش كتير خدم بس ان جنرال اكيد غنية عم تغني غنيه حلوه وفيها مغنى وانت احساسك حلو بس انا علي يعني بتعرف اني اقول واذا انتبهتوا قلت للكل يعني الديزافونت يعني البور والكونتر يعني المع والضد لانه نحن بمرحله انا عم بحكي استاذه صوت ما فينا يعني كرمال القصص اللي أنا وعم كون عم بشتغلها معكم ما فيني أقول إلا الحقيقة أول شيء بدي أقلكم شغلة نصيحة مني اعتبروني أختكم الكبيرة عم تقلكم استمتعوا أنتم عم تغنوا هلأ بهول الأشياء الباقية عن جد خرقبال هذا يعني هيك غنوا تا أنتم تنبسطوا بحالكم بس أنتم تنطربوا لحالكم تأكدوا 100% أنه رح تطربوا الموجودين بالحياة بس انتو تستمتعوا وتنبسطوا وتحسوا حالكم عملتوا شيء حلو اكيد انه اللي عملتوه حلو لو قالك فيها ناخد وقتنا يعني فيها ناخد شيء 6-7 دقايق بال انه مش ضروري كمان ما تتعبوا اللي عم يسمعوكم لانه
لا عم بتغنوا قصص ثقيله ومرتبه ما هيك وطرب، ما تتعبوا الموجودين لانه الموجودين مش بس عم يسمعوكم الكم، عم يسمعوا خمسه. فكروا بهالشيء يعني ما تزيدوها ولا تغنوا قليل. اوكي. يعني مش انه كمان فوت غني نص دقيقه او فل. لا يعني بدي فوت غني غنوا غنيه محترمه بكاملها وما تزيدوها، ما تعملوا شيء اوفر. اوكي. مثلا تنقول عم بحكي شو ما كان، تنقول انت طلع بالك تغني موال وغنيه. تعمل الموال مثلا ورفرن كوبلي من الغنيه. مثلا ما بعرف شو رح تغني. في موال يعني في موال مدام طويل شوي، هو مش كثير طويل. اذا الموال كثير طويل بعمل الموقع يعني الايقاع يكون يعني قصير انه ما زيدها، مش موال مثلا اربع دقائق وارجع اقفع الغنيه مع كل كوبلياتها. لا لا انتبه مش عارفه عن شو. ايه بس انه انا برايي تغنوا شيء كثير بتحبوا واثقين منه قطعة واحدة مثلا، ما تزيدوها ما تعملوا مدليات و لا لانه ببين الحلو، الحلو ببين ما تعتلوا. انا ما اقدرش ولو انت عملت ذهب عندي ما اطلبها اليوم. مش عم تسأل يا عمي، عم تسأل. ما في رفاق. ما في من يدافع عنك. في حاجات تتحس وما تتقلش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش ولو أنت عملت ده بعد ما أطلبها مش ضروري تقولي كل العرب وقتها بتغني وقتها بتحس مش في القلب وما بتبنش وافضل على طول تعبانه ما بين طب اقول لك ولا ما اقولكش ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا ثانك يو شو لا بيغني كل الاغاني وبيرجع بيجيب لنا اغاني بونس زياده بيغني لنا اياهم. بيعطيكي انت بيعطيكي مدام حريه الاختيار عرفتي؟ قول استنى لما بس بس مش عاجبني عم يضحك يسمع حتى الراب حظه هلا احضر هلا احضر اه شو الوضع؟ كثير لي ناسين عن جد انت شو عم تغني بالبق لك كله طيب شو بنعمل؟ لا انا هلا خش على مود عم بيلبق لك كثير تغني قول يا عباس مش معقول طرب ايه طرب طرب القديم خلص بس لا مش بس يا حوض البيت قول 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 انت لكن المهم النية اه هي اللي عندك ان شاء الله مصري مصري بغني مصري صوت الله علي عليك يا عباس
خليها تمشي شوي عشان تسمعي بس هذا الشيء مستحيل. هيدي لنسيم مستحيل انا هذا الشيء. إذا اخذها ما بتتوصل هلا مش عارف بعضهم في باله خي زلمه من دغري ببلشوا حبيبي هذا الجمله ما تطرش انه في قرار لا كلك وراك هون باي قرار شايف هذا ده بيقول الجمله واخرها المفروض متسجله في بعض عندي اخرها متسجلين في بعض انا حيخلص هلا اختار موفق شو قصدك يا حلو يا مروان ليش يلا جمل شو بو خلص اوكي يلا نسمع احنا عايزين نسمع على هذا المقطع طب ليه ما تعيط اعصابك ما كنا ناطرين مدام عن جد هو ستريس وهيك بيعمل فيه انا رايق يعني احنا كنا ساكتين عشان نسمع هذا المقطع لحظة تسمع خليه يرجعها خليه خلص رح نسمعها بس روقه ما بدها هالقد هنسمعها بس نخلص لا 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 معصب عن جد الهيئة ايه لانه كنا عم نسمع كلنا طب ما بنردنا وشو هالكارثة شو بدك يا ياسين كتير شيء كتير كارثة ما بتعصب ما هو عايز يسمع اغنية تانية مش عايز اسمع اغنية تانية بس فكرت خلص اول شيء ليش ليه اخذتها هالقد بشكل سيريو ومعصب ما عم بقول لك رح نعيدها وحامق منه لفترة هلا ما تحط انرجية زعل على شيء ما بيحرس لا اسبوع هيك رح يكون لا مش لازم يكون هيك لازم تستمتعوا بوجودكم هون بكره بس تفلوا تزعلوا على كل دقيقة كنتوا مش مبسوطين فيها بدي حنان اعطيني بدي حدا هن عطيني الله يا الله شو عم يتذكر اسمها بأغاني يا مدام خلص مروان بلا سائلة ركز عنهم أنا رح دافع عنك دكتوري أكيد عالم شايفة عالم شايفة أنت أهم شيء أهم شيء العالم أكيد أهم شيء أهم شيء أهم منك لحظة ستوب ميوزك ملاحظين انه انتوا بالصف كان امزح لا كان لا بس لا 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 سوري لا خليك ملاحظين انه انتوا بالصف مدام. بمزح انا وياها عرفتي بطرح ما هي وقت بدها بتعصب وقت بدها بتمزح يعني هي عموده طيب بس بدي اخبركم شيء مش مهضوم ايه لحظه اول شيء بتحكوا معي انا مش ما بتوجهوا حديث لبعضكم ثاني شغله مش حلو تكونوا عم تحكوا مع بعضكم هيك 1 تو عم اذا مرقنا مزحه بس بده يكون في جديه في 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 مينيمم بالصفنا نحترمه وما صار شيء بيدعي تتعصبوا من بعض ما صرت ما حدا عصب ما بدها هالقد ايه والله مش على كل كلمه هلا هيدي الجمعه تبلشوا تعملوا مشاكل ليكوا هيدي وعباس شو رايين مش بكره البعد اكيد انتوا حكوني وانا بسمعكم حتى لو للصوت بعيد بكره برجع شو صار؟ على السدي بس انه شو بك نسيم ما فهمت شو بدك يا حبيبي انت شو بدك لا انا لا ما عم بفهم صار ثاني مره بس انا شو سي شو في يلا فكر انه رح تطفيها ايه بشرفكم بلا مشاكل حتى بالاول اربوع شوي بلا مصيبه الليله حبيبي خلينا بس نجرب طبقة اللي بتناسبكم تقريبا انتو اصواتكم قريبة من بعض كرجيستر نحن هون انا صار لازم ودعكم خبركم عني انا هيدا هلا هي اوكي اذا عملناها هون مثلا لازم وداكن وخبركن عني أنا كنت قصة لو منكم ما كنت بغني غنينا أغاني عورة غنينا واحد مشتاق ودايما بالآخر في آخر أول مرة تفرق